كان أقيم مؤتمر في قاعة مكتبة مصر للإعلان عن بدء إجراءات قبول العضوية الجديدة. أستاذ كامل اللي هو بتاع الإدارة الإلكترونية مهندس محسن كمال. كمال محسن والأستاذ محمد فتحي المحامي. يعني كل الإدارات ممثلة. صحيح. وعادل القيعي زميلك في ومحمود عدلي ومحمود عدلي برا. صحيح. طيب هنطلع نشوف أول تقرير من مكتبة مصر العامة مع مؤتمر الإعلان عن قبول العضويات الجديدة في لحظة تاريخية في فرع الأهلي بالأقصر. Wonderful, difficult dreams. أهلا بحضراتكم كلكم نخبة من المتخصصين أصحاب الإقامة الدائمة والعلاقة الدائمة بهذا البلد الساحر الأقصر. نجتمع اليوم عشان نشوف الخطوات التمهيدية لتحقيق هذا الحلم الكبير. This great dream. إن يبقى النادي الأهلي ينطلق في أولى تجاربه لعمل فروع للنادي الأهلي The Club of the Century in Africa من الأقصر. الأهلي كما تعودنا له مبدأ يضاف ويضيف، يضاف إليه ويضيف. win-win situation. النادي الأهلي هيبقى هنا موجود علشان يأتي بثقافة الرياضة بقيم وتقاليد النادي الأهلي المبنية على التسامح والتنافس الشريف وعلى مبدأ المنافسة الشريفة قبل تحقيق النتائج سعيا لبناء المواطن الصالح. ودي أكبر خدمة يقدر يؤديها نادي بحجم النادي الأهلي إلى هذا البلد العزيز. احنا اليوم في هذه الخطوة التمهيدية لخطوة ستأتي بعد أسبوعين أو ثلاثة يمكن هيبقى فيه الافتتاح بإذن الله الرسمي لفرع النادي، وفي ساعتها هيتشوفوا ناس ثانية بمفاجأة أكبر بإذن الله هتكون على مستوى الحال، مش هقول أكتر من كده. النادي الأهلي من ضمن أهدافه وهو بيبني هذا الفرع يدخل ثقافة الرياضة بالقيم الأولمبية النبيلة بتاعتها، أيضا بيحاول إن هو يندمج ويتعايش مع هذا البلد الجميل، فبيخلق أو هيخلق بإذن الله فرص عمل في مجالات شتى لأبناء هذه المحافظة الرائعة. كان مهم جدا نلف في البلد ونعرف احتياجات الناس وايه. اكتشفنا ان الاقصر الذي يصدر البهجه والثقافه الى العالم وياتي السواح ليستمتعوا بهذه الثقافه، الا ان المواطن الاقصري مش عارف يعمل ايه في وقت فراغه ويروح فين. هنقول له من خلال النادي الاهلي كيف تستثمر وقتك بافضل طريقه واكثرها سلامة وصحة ومتعة مع النادي الأهلي. حضراتكم كل واحد فيكم من القامات اللي موجودة بيمثل مجموعة من الناس وثقت فيه مستنية منه تقول له هو إيه الخدمات اللي عملتها لنا؟ وإحنا بنقول له إيه أجمل هدية إنك تيجي تقول له
انا بتفق لك مع النادي الاهلي انك تعضو تكون عضو في النادي الاهلي. حضراتكم يو ار موست ويلكم فروم ذيس مومنت وذ اهلي كلاب. مساء الخير عليكم جميعا. سعداء جدا طبعا واحنا موجودين في وسط هذه النخبه من اساتذه وعلماء نجوم المجتمع الاقصري. مهندس عاد بيكلمكم على فلسفة النادي الأهلي ودور النادي الأهلي. أنا هستأذنكم إن أنا هتكلم بلسانكم أنتوا كواحد صعيدي. أنا أكتر حاجة بتؤلمني إن أنا تقريبا كل يوم ألاقي، أنا من أسيوط بالمناسبة، ألاقي كل شوية حد بيكلمني من الصعيد عنده ابن موهوب، عنده أخ موهوب، عنده ولد بيلعب كورة كويس بس مش عارف يروح فين. مرة فكرت من حوالي 15 سنة جبت مجموعة من المدربين جم للقصية في أسيوط، عملوا اختبارات، أخذوا عدد كبير جدا من الولاد. حسسوني وقتها إنه دي بلاد عطشانة وشرقانة بجد، والشباب الموهوب فيها شباب موهوب بجد بس بيعاني، مش لاقي الفرصة لأسباب كتيرة جدا، ممكن تكون الظروف الاجتماعية بتاعته مش سامحاله إنه يسافر يختبر في مصر، ومفيش ثقة إنه هيقدر يلاقي فرصة، ولو نجح هتبقى المشكلة التانية هيعيش فين و و و. من المؤكد عن معايشة واقعية اللي بيلعبوا كورة حتى في منتخب مصر ما هماش أحرف ناس في مصر، واللعيبة اللي بتلعب في الأندية الكبيرة حتى اللي بيحترفوا برا ما هماش دول أفضل العناصر الموهوبين، لكن البلاد دي كلها فيها كنوز كتيرة مدفونة الفرصة ما بتجيلهاش. أنا شايف إنه دي فرصة تاريخية بالمعنى الحرفي، إنه يجي النادي الأهلي عشان يبقى واحد من أهم أهداف هذا المشروع الحلم الكبير التنقيب عن هذا الكنز المدفون في مختلف ربوع المحافظات، وأولها طبعا دي الأرض الطيبة الخيرة. إنه يبقى فيه نادي أو فرع للنادي الأهلي في الأقصر معناه كبير جدا، وأكبر من فكرة حتى إنه مكان الأسرة هتتجمع فيه، ومش بس حتى الإسهام في فكرة هينمي السلوك وهيساهم في إنشاء مواطن كويس، لا أنا بحط ابني أو ابن أو حفيدي أو كل أفراد الأسرة في الرياضة اللي هم مناسبة ليهم، لأنه لما النادي الأهلي يقدم فرصة في كرة القدم، مدرسة لكرة القدم، هيجيب مدربينه، هيجيب عيونه الخبيرة، هيجيب رسالته، هيجيب تاريخه، هيجيب دوره، اللي هيلعب باسكت هيلعب، والمناسب في ألعاب القوى هيلعب، واللي هيتعلم السباحة هيتعلم، واللي هيتعلم كرة هيتعلم، علشان تبقى فيه فرصة للأبناء والأحفاد. محدش عارف المواهب هتوصل لفين، بس هي فرصة كبيرة جدا إنك أنت بدل ما كان العيل بيعاني إنه إزاي هيروح يختبر وإزاي هيقدر يشق طريقه وإزاي يقدر يحقق حلمه، لا فرصة تحقيق حلمه بتجيله لغاية بيته. عشان كده أنا كواحد صعيدي منكم سعيد جدا بالفكرة وسعيد جدا بالفرصة، وأتمنى إن هي البداية في الأقصر، بس أتمنى إنه كل محافظات الصعيد تستقبل النادي الأهلي إن شاء الله.